حياكم الله في كل مكان سادتي المشاهدين. ملفات الفساد في المنظومة السياسية العراقية تتحرك منذ سنوات، والعمل مستمر على إيجاد المعالجات لكن دون نتائج واضحة وملموسة على الواقع منذ سنوات طويلة. جملة من المواقف والتصريحات والإجراءات كانت تصدر من أجل مواجهة منظومة الفساد، لكن دائما ما تكون الحلول وقتية والمعالجات تنتهي بشكل سريع دون الوصول إلى نهايات واضحة تمكن الأطراف والجهات المعنية من الوصول إلى نقطة حسم لهذه الملفات. في تجربة ما بعد عام 2003 كثيرة هي ملفات الفساد، كثيرة هي العناوين والشخصيات المتهمة بالتلاعب المالي والإداري، لكن شحيحة هي الإجراءات وعملية الحسم باتجاه هذه المنظومة ومن يحرك هذه المنظومة. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نبحث في هذا الملف وإمكانية أن يكون القادم مختلف في طريقة التعامل والتعاطي مع ملفات الفساد، ولدينا تجربة سرقة أموال الأمانات الضريبية لما حصل بعد عام 2003 باعتبارها واحد من الملفات التي تحركت بشكل مختلف باتجاه ميدان الرأي العام الذي يتحدث بشكل مستمر على هذا الملف باعتباره نموذجا لحالة اللا دولة وغياب المراقبة وعملية المتابعة في ظل صفقة كانت موجودة انطلاقا بالانطلاق من هذه التجربة. نتحدث في استوديو العاصمة لهذه الليلة عن إمكانية أن يكون العمل مختلف باتجاه منظومة الفساد وأطراف الفساد والجهات التي تحرك ملفات الفساد. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الدكتور عايد الهلالي يرحب بحضرتك للترحيب دكتور عايد، وأيضا الأستاذ كاظم صيادي يرحب بحضرتك للترحيب. أستاذ كاظم خلينا نبدأ من عندك. أستاذ كاظم، لو أردنا نتحدث عن ملفات الفساد ابتداء، أنا أريد أسأل هذا السؤال، من الذي يحمي منظومة الفساد في العراق بعد عام 2003؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأخ الضيف ولكل أخو مشاهدي القناة الأكارم. الفساد بعد 2003 أصبح عبارة عن دولة، أصبح عبارة عن منظومة، أصبح عبارة عن حصانة، من يمس هذه الحصانة يتعرض للمساءلة القانونية. يعني اليوم أنت إذا حاولت أن تتعرض إلى أي يعني ملف من ملفات الفساد، تتعرض إلى أي موضوع من مواضيع الفساد، توجد هناك فد هجمة كبيرة وكبيرة جدا على شخصك، منظومة تسقيط مخيفة، الكل يمتلك منظومة التسقيط، الكل يمتلك الحصانة من المساءلة، الكل يمتلك زعامة، الكل يمتلك قدرة واقتدار حتى على الدولة، حتى على الأجهزة اللي تحاول أقل شيء تتقدم. الكل يعرف اليوم بأن ملف القضاء على الفساد يراوح مكانه. وأنا فسألني واحد سؤال لطيف جدا، كنت في زيارة الأربعين الإمام الحسين عليه السلام، فسألني قال شنو اللي جاي يصير بواسط بالكوت؟ عركة حرامية. قال والله العظيم أنت شريف، في واسط عركة حرامية بين من ومنو؟ بالكل، خليه لين شخصن المواضيع. لا مو من شخصن، أنت جاي تقول عركة حرامية، شوف يعني انت محدد من الحرامي. شوف المشكله لما تجي لرئيس الوزراء تنطيه ملف فساد وملف الفساد ملموس، ورئيس الوزراء لا يقدم ساكن، لا يحرك ساكن، لا يتحرك خطوه الى الامام. ليش؟ لان من الممكن ان تكون هناك تنظيمات حزبيه بالمستقبل او ولايه ثانيه، الولايه الثانيه افضل من القضاء على الفساد. كل شلون الولايه الثانيه؟ الولايه الثانيه أقوى وأشرف من قضية القضاء على الفساد بالنسبة لرئيس الوزراء. حتى لرئيس الوزراء أنا وصلت له مرة واحدة وتندمت على الوصول مالتي إليه، لأن حقيقة كان عندي ملفين وكانت عندي عدة مواضيع، لقيت الرجل ما عنده شيء يقدمه. يعني أنا أعرف هسه دا يتصل بي واحد، وأنا يوم مو نائب، من يتصل بي واحد على ملف من الملفات أكيد 100% راح أتحرك وراح أنطي جو إعلامي وراح أتصل ببعض الأخوة النواب النشطين في قضايا المتابعة ملفات الفساد، أنطي كثير من الإعلام والإعلاميين بعض الأمور، أسوي فد جو عام ضاغط على الأدوات لتحرك هذا الملف، مثل ما شفت في قضية تجريف الأراضي، في قضية عدم تمليك العشوائيات، في قضية عدم تمرير سلم الرواتب، في قضايا اللي وعد بها رئيس الوزراء ما قبل أن يكون رئيس الوزراء، وأنا مو محط انتقاد إلى هنا بقدر ما
جاي أوجهه بأن اليوم الشارع يعني شوف أكو فتشيهم لطيف جدا يعني هو مو بالموضوع بس خلي أقول لك بيه. كنت جالس أنا في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، سبحان الله فد 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 إعمام موجود عند كل المواكب قال بعد شوي راح يطلعون يقولون نجاح الزيارة المليونية و شوف هذا الموضوع أنا جبت على مود شنو؟ جبت على مود مو أن أسقط منظومة العمل، لا بالعكس، منظومة العمل قدمت شيء، لكن منظومة التخطيط، منظومة الاستراتيجية المستقبلية للقضاء على هذا الموضوع وغير المواضيع ما موجود، ماكو، ما تستطيع أن تقدم شيء. لأن ماكو تشخيص. لا لا لا. هسه أنت من سألتك من أم الحرامية في واسط؟ ما شخص. أنا شوف اليوم ما أقدر أنطي فرصة للآخر ويشتكي ويجيبني قدام القضاء والقضاء يداوم على أكو أشياء تثبت روح بها للقضاء رح لا 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 بالمناسبة ملفات القضاء اللي موجودة على الحرامية سواء في واسط أو غير واسط زين زين وبقية المحافظات حتى أنت شفت ذاك اليوم المصيبة اللي أكبر من المصائب اللي احتوت كل مصائب اللي هي اكتشاف عصابة تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء زين إذا رئيس الوزراء ما يستطيع أن يحتوي مكتبه ما يحتوي اثنين ثلاثة يستطيع أن يحتوي العراق زين هسه هذه أناقشها مع حضرتك لكن يبدأ الحديث مع الدكتور عائد ورحب بجنابك دكتور أن تكون الولاية الثانية بالنسبة لرئيس الوزراء أهم من القضاء على ملفات الفساد إلى أي حد تعتبر هذه الفكرة مقنعة بالنسبة لك يلا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخي علي ولجناب النائب السابق أستاذ كاظم الصيادي ولقناتكم موقرة وكذلك للمشاهد الأكارم يعني هي وجهات نظر حقيقة أن الفساد ضرب الدولة العراقية بشكل مخيف لا بل بشكل مرعب لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية اليوم خالية من الفساد وهذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى منظومة عدلية ضخمة جدا ويحتاج إلى مؤسسات لمكافحة الفساد اليوم عندما نتحدث عن مكافحة الفساد وهذه الهجمة الشرسة والكبيرة جدا وهذا التغول من قبل الكتل السياسية وتحريك أدواتها الكتل السياسية حقيقة تغول وين الكتل السياسية؟ في كل مؤسسات الدولة في كل الوزارات في كل الهيئات التي بنيت على أساس المحاصصة شنو يعني احنا كنا نتحدث انه هذه الوزارات من حصه المكون الفلاني، لا يا سيدي الكريم هي مو من حصه المكون الفلاني، هي من حصه الاحزاب التابعه للمكون الفلاني، المكون ما مستفيد من مو الاحزاب نعم حصه فلان ابن فلان نعم زين فهذه مشكله هاي الكتل السياسيه استطاعت ان تؤسس بيوتات او جدران غير قابله للاختراق من خلال المنظومه القانونيه والتشريعيه اللي قدرت يعني تشرحها لصالحها من خلال يعني ادواتها اللي اذا هنا نقول ان الفساد هو من جسد السلطه من نعم فبالتالي هذا التراكم الكبير جدا خلق عندنا مؤسسات او مافيات كبيره المشكله الاساسيه اللي جاي يصير بها العراق وبذات الاليه التي سارت بها لبنان بعد الحرب العالميه بعد الحرب العالميه الثانيه هنالك اسر تريد أن تستحوذ بذات الطريقة اللي استحوذت بها الأسر الموجودة في لبنان وبالتالي أحفادهم الآن يحكمون هم ذات الشيء يريدون أن يكون في العراق ومن هذا المنطلق استطاعوا أن يؤسسون إلى مؤسسات اقتصادية وهذه المؤسسات الاقتصادية تحولت إلى شركات عملاقة وهنالك فاليوم عندما نتحدث عن المكافحة من قبل الحكومة أو من قبل دولة رئيس الوزراء بكل تأكيد مو مجدية إذن الكلام عن المكافحة لا مو مجدية وإنما لازم تكون قاصرة ليش لازم لأن حجم الفساد مهول إيش قد تكافح يعني يومية إحنا جاي يطلع لنا مشكلة إحنا مو بس فقط يعني قبل يومين اكتشفوا أكو عصابة دولية في الأنبار لديها أكثر من 100 كيلو غرام من الكبتاغون اليوم اكتشفوا بالمدان مزرعة 10,000 دون زين زراعة وانا طبعا هذا تحدثت بالموضوع ويمكن من خلال منصتكم هو هذا كشف له نتيجه الصراع تضارب مصالح يكشف عن هذا الموقع وهذا لا احنا هسه شوف احنا لربما هذا الجانب او لربما الجانب الاخر لا احنا ايضا لا نبخس حق القوات الامنيه واجهزتنا الامنيه يعني قاموا بضحوا يوميا هم يضحون يوميا يقدمون شهداء ويوميا يقدمون الدماء رخيصه من اجل الوطن بالصفقات السياسيه في النهايه زين المشكله انه انت اليوم حجم الفساد ايش قد تقدر تكافح من عنده ايش قد تقدر تكافح من عنده ما تقدر يا سيد الكريم ليش السيد السوداني وصفه بالجائحه
بالضبط اجراءاته تنسجم مع التسميه. والله العلي العظيم وصف دقيق جدا. جائحه الفساد يعني الاجراءات اللي سواها تنسجم مع هذا الوصف. المشكله ادواتك اللي موجوده عندك انت. عندك مثل هيئه النزاهه كيف يكون هيئه النزاهه قادره على ان تجابه هذا الكم الكبير او هذا؟ ليش ما قادره؟ ما قادره. ليش ما قادره؟ لسببين بسيطه وانا مسؤول عن كلامي. السبب الاول انه مؤسساتها قليله وقاصره. السبب الثاني انه هنالك ادوات داخل هيئه النزاهه زين هي تابعة لأذرع وجهات سياسية. فبالتالي اليوم هذا حتى الملفات هي كل الهيئة في النهاية تابعة للجهات السياسية دكتور. لا يعني هسه إذا أريد نتحدث للأمانة إذا أريد نتحدث عن الأخ حيدر حنونس أنا رجل ما عندي علاقة به والله زين ولا مسلم عليه في يوم من الأيام. بس الرجل جاي أدي مختلف تماما عن جميع رؤساء الهيئات السابقة. في النهاية التوجه السياسي موجود. لا أكو شيء يعني أكو شيء ويحاول قدر المستطاع أن ينظف الهيئة، يحاول قدر المستطاع أن يؤسس إلى يعني عملية مكافحة. لكن يا سيد الكريم مثل ما تحدثنا أو مثل ما صار على قانون العفو العام، تعال سوي إعادة تحقيق. زين أنا عندي 70,000 منين أجيب لهم هاي المؤسسات حتى أعيد تحقيقهم؟ وش قد يحتاج كل واحد تحقيق؟ إجراءات الحكومة الحالية قوية مؤثرة في هذا الملف؟ يعني ضربت الحكومة في أكثر من مكان. زين ضربت في أكثر مكان وكان ضرباتها يعني هنالك إشادة من الجمهور. لكن المشكلة أكو كلمة دائما يقولها الجمهور. يعني أي إجراء تقوم به الحكومة الجمهور شو يقول؟ يخلوها تشتغل؟ لا يقول لك نور زهير وين؟ لا على الأقل بهذه الحكومة نعم. صارت مثل لا أسأل نور زهير الرجل القاضي طلع وأوضح الموضوع بشكل دقيق جدا. طيارة خاصة تنقل بكيف؟ القاضي ضياء جعفر قال واضح زين قال أنا درع بلقاء الرجل وبين قال إنه أنا خليت أكو نقطة كلش مهمة سأل علي وأنا آسف خاف أطيل عليكم على الأخ أبو عبد الله. اليوم عملية الحصول على الأموال التي هربت إلى الخارج صعبة جدا لسبب بسيط جدا. إذا اليوم حكمت أنا نور زهير إذا الأموال اللي موجودة في الخارج فيها هي غسيل أموال من حق الدول أن تسيطر عليها أو تستولى عليها وبالتالي تحرم العراق منها وهي أموال كثيرة. الرجال أحمد الشلبي الله يرحمه يقول 300 مليار حسب النتيجة. إحنا لا محصلين الأموال ولا محصلين نور زهير. لا نحصله إن شاء الله. شو راح نحصل؟ حصل يجي. زين هسه انا حجيك بهذه النقاط بعدين اجيك اقول لك شلون يجي. اي راح ارجع لك بهذه النقاط على اعتبار انه الان هو في حاله تنقل مستمر ومستمر في تاليف القصص. عود لك استاذ كاظم. ضرب السيد السوداني الفساد في اكثر من مكان وضربات قويه على الاقل في هذه الفتره وانت تتحدث في البدايه ذكرت انه الرجل ربما يفكر في الولايه الثانيه اكثر من القضاء على منظومة الفساد. الدكتور عائد يتحدث عن أن الضربات كانت حاضرة في هذه الحكومة قوية ومؤثرة. طين ضربة من الضربات بس هذه جاوبك عليها الدكتور مو يعني أنا شوف أنا ما أنتقد لأجل التسقيط بالعكس يمكن أنا أزيد ناس أتعرضت إلى كثير من الهجومات لأن كنت دائما أخرج عن المألوف ودائما رأيي يختلف عن الآراء الأخرى وتتذكر أبو حسين هواي عندنا لقاءات أنا وياه كلش هواي دائما أنا في زمن المظاهرات هاي الجبناء هسه اللي طلعت كلها قيادات وزعامات وكل واحد مفتل أضلوعة وكل واحد يسولف بطولاته وكان لابد كفيلك الله شاردين ثلاثة أربعة من الحدود يا مظاهرات المظاهرات مال تشرين وغير تشرين منو اللي شارد كان 99% شاردين من القيادات السياسية كفي لك الله. أنا أتمنى يقولون إحنا مكاناتنا وين بذاك الوقت. أنا كنت موجود داخل الخضراء وخارج الخضراء والقيادات وين وبالمناسبة عندي تصوير وعندي كذا. القيادات مو موجودة ما عدا البعض العملي الموجود موجود بس البقية لا خارج العراق. أنا في ذاك الوقت كانت الكل تنادي إلى إسقاط النظام أنا الوحيد اللي كنت أنادي إلى إصلاح النظام لأن إسقاط النظام ما عندنا بديل. فوضى وقتل وإرهاب وقتل ومجرمين وتدخل دول و أنا دائما أميل إلى قضية إصلاح النظام. بعض الأخوان يعتقدون بأن النقد البناء اللي أنا أتبناه هو موجه أنا مو موجه. أنا جاي أتكلم واقع الحال. أنا هسه أسأل كون يقعد قبال السوداني واقول له ايش قضيت انت صوره عندك جبت لي في اليسار صفطت قبالك وطلعت ناس تقول اعلى سعر وصل 9 تريليون زين هي شويه الصوره لا صعبه سعاده بس باوع لي مو هاي الاموال كانت دغدغه مشاعر لتجنب حاله بدوا اليوم يعانون من عندها. الكل كان يعتقد بان نور زهير بعد هاي الاستعراض بعد هذا اطلع وانطي اموال. انت شايف لك اموال
تحجز ما تعرض للمزايدة العلنية للشراء باعتبار أموالها كلها غير حقيقية. إحنا عندنا في محافظة واسطة منطقة محيرجة كان سعر الدونم ب 900,000. هو نور زهير أو غيره، المشكلة ما حد يعرف منو يشترى هاي. يعني تصور وصل يمكم، يعني شنو وصل يمنا سعر الدونم؟ يعني سعر الدونم وصل ما يقارب أكثر من 18 مليون دينار من 900,000 لأرض صبخة صبخة صبخة، إلى درجة مرة ما رضت تطلع. إجا هذا اللي جاي يشتري الأراضي اللي هناك انطاها كيلو ذهب حتى تخلي. يعني إذا أقول لك الخرابة، واحد إجا قلت له بيش هاي الخرابة مارتك؟ قال والله ما كلفتني 9 مليون. بيش اشتراها منك؟ هو يعرف 9 مليون. بيش اشتراها منك؟ قال اشتراها منك 55 مليون. من هذا موال بالمناسبة إذا ذكرت هذا منه داخل العمال موجودين تنطرد. بلغنا النزاهة، أنا أقول كالتالي: يحتاج إعادة هيئة النزاهة في العراق وفي المكاتب وخصوصا واسط. شبيها واسط؟ واسط لا تدري ليش أنا ليش أقول واسط؟ أنا أعرف واضح. شوف أنت من واسط من يتكلم مصطفى سند عن البصرة أو يتكلم البصرة أو يتكلم اللجنة واقع، لأن 24 ساعة الحالات تجي. من يتكلم اليوم السيد الحسيني عن قضية الموانئ، بس واسط المفروض مستقرة وضعها الإداري المالي. وقعتك أنت في يوم من الأيام، أنا حافظ شاب وتجربة ناجحة، هيئة النزاهة أكو صب لأحد الطرق، دزيت له قلت له أترجاك دز لي جماعة من المختبر تابعين لك ولو ودز لي أي شيء، بس أخذ عينات أرد أشوف هذا المواضيع صحيحة لو مو صحيحة. ما حركه وساكت، ما قدموا شيء، على الرغم من هذا يعتبر اخبار. قدمت اخبارات يا ابو اخبارات، قدمنا اخبارات على قضيه تواصل ويا المحافظه تجريف الاراضي. هو انا متهم المحافظ اخي انت شوف اليوم الاخبارات اللي موجوده على المحافظ ايش عليه ملفات اكو ملفات، اكو عشرات لا قد توصل للمئات، اقل اكثر مئات. هسه انا ما ادري، انا جاي اتابع بعض المواقع اللي جاي تنشر ملفات الفساد. هسه هو فريق العملي الأخوة كان المفروض تصير تحقيقات، مثل ما طلعوا وش قالوا بالتلفزيون يا بنور زهير متهم 11. أنا هسه متهم، مو متهم 11 نور زهير، أنا متهم 329 نائب. ليش؟ من ال 11؟ من هسه إحنا نسأل أنا وكل الشعب العراقي أسأله، من ال 11؟ غيري شخصونا يقول يا بذول ال 11 اللي ابتزوا نور زهير. نور زهير يطلع يعربي هسه كلامه مو حجة بالنهاية يا أخي. لا إيش قال؟ خلط الأوراق. لا مو خلط. شوف أكو فرق بين خلط الأوراق وأكو فرق بين الحقائق. هذا اعترف داخل القضاء بأن ذوله، وقال عندي أدلة وعندي رسائل وعندي تصويرات. إيه يقول لك أنا ذاكر اللي دعشت القضاء. هسه أنا خوب ما أثق به، أني خوب ما أثق به، لأن الرجل ما بني على باطل فهو باطل، الرجل فاسد. وأنت إيش تعتقد هو؟ أنت أنا الأول البارحة سألت أحد الأخوة المقاولين، قال بالله العظيم أنا أطلب لي يمكن 30 مليون مدري قد، يقول يريدون عندي نسبة. نسبة يريدون عندي، يلا يعطوني الفلوس. زين شلون نور زهير من لا شيء، لا هو حزبي لا هو سياسي لا هو معروف لا هو شخصية لا هو فتشي لا هو اسم، داخل يأسسون 5 شركات ويستلمون ما يقارب 9 تريليون أو أقل شيء 6 تريليون. شو أبو حسين شوف هاي الضريبة نفسه، هذا شاكر الزبيدي ونفسه يمكن سمير. أنا كانت عندي مشكلة وياهم، كان احد الاخوان يطلب مليار امانات وكسر. ايه هم يشترون كفيلك الله. انا رحت، انا بنفسي رحت، اجى اشتكى يمي هذا. رحت قلت له يابا هذا الرجال كانت عنده هاي مال حجه وصايا واخوه توفى وكذا واثنين نسوان وكذا وكذا، ونقدم طلب ويقول الكتاب كالتالي: في حال تقديم الطلب باستعاده الامانات خلص انتهت المده. هم يريد يخرجون مده 5 سنوات، وين يودوني الله يعلم. من اخذت الكتاب قلت له عمد اعطيني كتاب، أنا قعدت نفسي قعدت يم ذول الاثنين نفسهم شاكر واعتقد سمير الثاني اسمه زي. أنا بنفسي مو واحد قال لي، قلت له خويا تسوي لي كتاب للمالية. من رحت للمالية، المالية ايش قالت لي؟ قالت يا أخي شلون تجيبه بإيدك؟ ما يصير هذا بي أرقام. قلت له قل ليش هذا زين ما صار لي راجع عليكم 6 أشهر رايح راد، راح أتكلم بالدارج بس الأمثال تضرب ولا تقاس. قلت له كفيلك الله تشلب أحسن من عندي. خطير الله شاهد لو تشلب واقف بالباب مال وزارة المالية طببته. وهذا الإنسان المحترم اللي يطلبكم مليار وكسر، ما حد يطببه وما حد يحترمه، يا لي وصله يساوم. كيف لك الله يجوز يبسط أبو الاستعلامات بينما تشلب يطب جوه. جيت قلت له خوش عمي ده هاي الكتب تريد تزين بيها صح الصدور، تريدين تزينها، تدري جيت بطت يم هاي الخاتو
ثلاث اسابيع. انا كنت مخليها للتجربه. بعد ما تاخرت رحت لقيت ريابي. انا بيوم واحد جبت الكتاب بطيت شيء ولو كملت اليوم رجع نفس اليوم. ايش معنى ثلاث اسابيع؟ شك ورا هالمليارات هاي؟ قالت لا هذا اتهام تدوير. قلت لها هذا اتهام لو استفسار. قلت ليش انتم لما واحد يستفسر، لما واحد يستشكي، لما واحد يستبين، لما واحد يعرف الحقائق، لما واحد يعرض المشاكل، راسا تتهموه حتى يتراجع حتى يشرد حتى تظلون بوحدكم بالساحة. جيد استاذ كاظم، هذه النقاط اللي ذكرتها نقاط مهمه. خلينا نرجع للدكتور عائد. اذا ضربات الموجعه مفقوده لمنظومه الفساد، ومنظومة الفساد تتحرك بحرية كاملة في السنوات السابقة وحتى في حكومة السيد السوداني. لا أعتقد أنه مو بذات القوة اللي كانت تتحرك بها بالسابق. شنو اللي اختلف؟ يعني اللي اختلف اليوم أكو لربما صار أكو تحجيم للكثير من المساحات التي كانت تتحرك بها منظومة الفساد. أي نعم، اليوم إحنا عندما نتحدث، أنا أكيد أضم صوتي للأخ أبو عبد الله على اعتبار رجل مطلع وهو ابن العملية السياسية تقريبا، يعني جاي العملية السياسية لفترة طويلة جدا، وهو شاهد على الكثير من الأمور والقضايا وكان يطلع يتحدث بهذا الموضوع. عنده هواي ملفات كثيرة ما تقدر تحكي فيها، بس تحكي بها صبر تطلع أنت وديه للقضايا. وعليه ما لا ما طول بالسلطه لدزها عشان هاجي فيها. وعليه اليوم احنا من نريد نتحدث عن الاجراءات التي قامت بها الحكومه في الوقت الحالي، يعني ساهمت ولو بشكل يعني مقبول انه تحجم منظومه الفساد وتحجم المساحات التي يتحرك بها كما قلنا، وهي تقوم باداء دور مهم. كشفت حقيقه انه كثير من الامور كانت ما غير واضحه وغير مكشوفه. كذلك الشفافيه التي تمارس بها الان في قضيه المشاريع والبرامج اللي من الممكن ان اطلقتها الحكومه خلال الفتره الماضيه مختلفه ايضا. وهذا الانطباع شلون راح يتغير عند الناس دكتور عام؟ ما عدا المجسره هذه راح ايجابيه، لكن اكو انطباع عند الناس اليوم تحكي له عن ملفات الفساد راح يقول لك نور زهير كان بالسجن وبعد مجيء حكومه السيد السوداني صار خارج السجن. اي نعم القضاء قال احنا اللي طلعنا واحنا اللي كفنا، الحكومه ما تتحمل المسؤوليه، لكن العقل الجمعي اليوم الصوره اللي عند الناس نور زهير طلع بهذه الفتره. نعم استاذ علي، احنا لو نؤمن ب انه هنالك دوله ديمقراطيه وفصل بين السلطات ونحن نعيش حاله غير الحاله السابقه، احنا نحكي على لا احنا بالنسبه لنا اليوم شعب. اي ما قال حتى نوضع للشعب حتى الشعب يكون على بينه، يكلم الناس على مقدار عقوله. اي يقول لك يعني انت طلعته، انت طلعتوه. اي ليش طلعتوه؟ لا مو احنا بدنا نقول يا بانه اكو رجل طلع وتصدى لهذا الموضوع، قال انا طلعته لان انا قاضي واني وحده اثنين ثلاثه اللي صار قرار قاضي. نعم بس كان المفروض من الدوله تطعن بهذه القرارات، اقلها تاخذ عدم سفر. زين ما عندنا اشكال، احنا ما عندنا كي الاعتراض على قرارات القضاء. نعم مو هي هنا شنو ابو عبد الله، بس انا اسال سؤال، العفو، ليش ابو ال10 مليون وال20 مليون وال30 مليون ما يطلع؟ نعم ابو الصك الى ان ينحكم و و و وليش ابو التسعة تريليون اخي؟ نعم احنا ليش ما نتكلم بالواقع؟ ليش ما نقول نور زهير كفر؟ كفر هسه احنا هذا بس ابو عبد الله حبيبي متمكنه. هذا الموضوع انا اطلب من القضاء العراقي العادل أن يعرض لنا جميع اعترافات نور زهير وتطلع بالشارع. هي إذا ما طلعت اليوم تطلع باكر، تطلع لازم، لأن هي اليوم بس باولي. نعم. اليوم هي محجوزة، خليك من دكتور. لا هي اليوم محجوزة بمكان. نعم. باشر عقبه من تروح مكانين ثلاثة أربعة حتى كل واحد يقول الحسين والعباس مو أنا تطلع. نعم. لا تطلع. فهي اليوم يا خبر اليوم بفلوس بكرة بلاش. زين. شوف القضية هذه طبعا هي مو تجربة عراقية، هذه التجربة يعني حقيقة طبقت في مصر وطبقت في تونس، انه كثير من المجرمين الذين استطاعوا تهريب بس مصر ما طلعوا يسولف ولقاء ويتحدث. هسه هذا الرجل هذا الرجل اكو قضيتين اساسية لتحليل شخصيته، اما ان يكون قد فقد توازنه وبدا يتحدث ذات اليمين وذات الشمال، ما ظل يجيب منا وخلي منا، او ارجيله بتركيا قاعد قسما بالله مسيطر أكثر مما مسيطرة الدولة. ليش مسيطر؟ لأن عنده أسماء موجودة، أسماء منو؟ قسما بالله تطيح العملية السياسية الله والله وبالله وتالله إذا تكلم نور زهير العملية السياسية بالعراق تنهار. أبو عبد الله إحنا هسه نحافظ على العملية السياسية لو نأسس لا اسمح لي نحافظ على العملية السياسية فاسدة لو نأسس إلى عملية سياسية جديدة. من اللي يأسس؟
لا يقتل الفساد بالفساد. لا لا انا اقول لك، انا اقول لك شوف كل الدول لديها تجارب. يعني انا واحده من الامور اللي معجب بها كلش التجربه البوسنيه. التجربه البوسنه مرت بظروف معقده وظروف شائكه، احنا نعرف نتذكر حرب البوسنه والهرسك بالتسعينات. الشارع والمجتمع المدني اللي موجود بالبوسنه مجتمع، احنا ما نقول مثقف ومجتمعنا ما مثقف، لا زين، لكن المشكله انه هو ادرك القضيه بشكل صحيح جدا، ما شارك ولا انخرط بالعمليه السياسيه زي. وترك امراء الحروب والمافيات تعيث فسادا وبدا ينظم نفسه بشكل صحيح. احنا المشكله الاساسيه اللي نتحدث عنها، احنا الناس اللي طلعت بتشرين زين واللي كانت الداعي بتنظيف الدولة والعملية السياسية وبناء عملية سياسية جديدة، شوف هسه كل واحد مقره بالأميرات وفلوسه وسياراته، والأمين العام صاروا 6000 أمين عام عندنا. تشرين حركة عفوية لطلبة الشهادات العليا والناس البسطاء وركبة السفارات، شوف هسه ما يحتاج زين. فبالتالي اليوم احنا اليوم إذا نريد نبدأ عملية سياسية جديدة ما تبدأها من الكتل السياسية، منين نبدأ؟ هاي الشارع يبديها، الشارع على الشارع عنده بضاعة معروضة مغلوب على أمره. لا أخوي إلى متى يبقى مغلوب على أمره؟ شي يسوي؟ ما يصير شي يسوي؟ إحنا بالعهد الملكي، بالعهد الملكي الحكومة ما تستمر شهر. إذا شارع شاف الشارع العراقي أن الحكومة لا تتماشى مع تطلعاته أو مع احتياجاته أو مع هسه بظل اللي ذكرته أنت قبل هذه المداخلة دكتور. نعم. قلت راح نجيبه وترجع الفلوس. الآن بحديثك. نعم. الواضح وحديث الأستاذ كاظم أنه لا راح نقدر نجيبه ولا راح نقدر نرجع الفلوس. عملية سياسية تنهار، وتنهار العملية السياسية للقير. هسه الشعب شو استفاد من العملية السياسية؟ هو ايش خلفت لنا العملية السياسية؟ احنا من 2003 إلى اليوم قتل ودمار ودماء ويومية داخلنا بدوامة، وخلت تنهار العملية السياسية. شنو ما مأسوف عليها؟ المأسوف عليها دماء الناس، المأسوف عليها دماء الشباب. احنا اليوم من نريد نقول عمليه سياسيه جديده على الكتل السياسيه المشتركه بالفساد والتي اسست لهذه المنظومه العملاقه، عليها ان ترعوي الى ما يريد الشارع. اما ان تاتي الى الناس وتقول يا بسلم نور زهير وتقول هاي الاموال وعفى الله عما سلف، عسى يجرى من الممكن ان يجرى. لا بس على نور زهير، لا 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 هواية أبو عبد الله هذا ملف الكل مغلس. أبو عبد الله هذا السيد الحسيني بح صوته اندهى. لا 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 هو مو بس هذا، لا ملفات كثيرة اللي شيء مثل بطاقة التربية. تعال شوف التربية بس هذا الملف أخذ رأي عام صدى إعلان. هذا تغطية. اسمح لي خليني أقول لك في قضية، أكو قضية لربما أنه تنفجر خلال أيام. أي اللي هي أكو شخصية في وزارة التربية مسيطرة على عملية الأتمتة ونقل التعليم من تعليم حضوري إلى تعليم إلكتروني. أيه. وهذه الشخصية موجودة في وزارة التربية وهي تابعة إلى جهة سياسية معينة وتحاول إقصاء المنصات اللي تعمل بصدق وتحاول أن تأتي بمنصات أخرى، وهنالك جهة متنفذة داخل المجتمع العراقي، جهة مالية ضخمة جدا زين، تحاول أن تسيطر على التعليم وتقصي الآخرين وتحاول أن تحتكر هذا الملف. هذا ملف ربما ينفجر خلال شنو الملف. الملف بالتحديد؟ المنصات الخاصة بالتعليم الأتمتة والتعليم الإلكتروني. أكو صراع؟ مو صراع، أكو شيء رهيب، أكو شيء رهيب موجود. يعني هذا ملف تعتقد راح ينكشف قريبا؟ حسين أبو حسين إذا ما ينكشف أنا كشفه. لا أنت تكشفه. لا دقيقة، وهذا كلام مهم. أنا كشفه. أقول الأتمتة ما تقدر تسويها وزارة الاتصالات؟ لا لا تقدر أستاذ كاظم. الملف إذا ما انكشف تكشفه؟ أنا كشفه، عندي كل تفاصيله، كل تفاصيل الملف عندي. ونسولف فيه؟ ونسولف فيه إن شاء الله بغير حلقة إن شاء الله. زين هذه يعني احنا من نريد نتحدث، احنا ما نريد نستثني ملف دون الملفات الاخرى. لكن احنا شنو نريد نقول يابا، احنا بالنسبه لنا ساندين داعمين لهذه الحكومه ونحاول ان نعضد خطواتها. ليش؟ حتى من الممكن او لربما تستطيع هذه الحكومه ان تقلص فجوه الفساد. جيد تمام دكتور. اذا استاذ كاظم تحتاج الحكومه الحاليه الى دعم لان الملفات كثيره. الان نتحدث مثلا عن ملف نور زهير، ملف الموانئ، الملف اللي يتحدث عنه الدكتور عائد الذي ربما يكشف أو سيعمل على كشفه في الأيام القادمة. بالتالي أمامنا شيء واحد، هو دعم الحكومة من أجل النجاح في كشف هذه الملفات والتعامل معها بشكل صحيح. أنا أقول كالتالي، أقول لا يمكن للفساد أن يحارب بالفساد ولا يمكن للفاسدين أن يحاربون الفساد. طيب شنو الحل؟ كده. يعني انت الان حتى الجهات المعنيه بالكشف هي بس مشكله. بس انا اقول الموجود في الدوله العراقيه هو صراع من اجل السلطه، من اجل الاستحواذ، مبدا التسقيط والازاحه
والاستحواذ. هذا المبدأ راح يبقى قائم، الكل تسقط الكل، الكل تحارب الكل، الكل تحاول أن تزيح الكل من أجل السلطة. إيه لا يوجد حتى التجربة الناجحة، لا يوجد حتى التجربة تواصل مو تجربة ناجحة جاي. لا 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 لا، أنت زين زين، سوي لي فد يوم استضافة مع أحد الشخصيات وخلي نجلس زين، وخلي نجلس ونفتح ملفات، سواء تريد واسط غير واسط، عندي ملفات ترى على غير محافظات زين، ونفتح ونسأل. هسه أنا ما أريد أقول لك أنا يعني ذاك اليوم شخص في واسط كان مقاول، صبح الصبح كنت أنا مسافر أنا وعائلة الزيادة زيارة السيدة رقية عليها السلام بذكرى استشهادها، استغربت بدون مقدمات صار محافظ دياله زين، الوزير رئيس الوزراء الصبح استقبله، هو المقاول من واسط هو أصلا دياله زين. أولا هو كان في منطقة كنعان زين، أنا سألت الرئيس الوزراء قلت له هم سألته بأيام الحواسم وين كان هذا الرجل هو وأخوته محافظ ديال الحالي الحالي ايه؟ اثنين سألته على المشاريع اللي نفذها في واسط، اللي نفذها أخوه شركة أخوه بدياله، اللي نفذوها بالبصرة، اللي نفذوها بالعمارة زين، سألته عن قضية لحوم الخنازير عشان هسه أنا أسأل لحوم الخنازير وين شبهة تهمة إيه وين يعني بكربلة بكربلة، وأنا استورد لحوم، أنا تدخلت بهذا الموضوع قلت لهم أخوان إذا راح للصحة راح تطلع لحوم غزلان قدرة قادر، وشون اكتشفوا؟ أنا أقول كالتالي قلت لهم يا أخوان دزونا للمنشأ شوف هذا استوردنا لحوم غزلان خنازير، ومن المستوردة نفسه نفس هاي لا 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 نفس الشركة اللي هي شركته اللي هسه صار هسه المحافظ، يعني هي شركة مال المحافظ اي مال لا 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 الشركة مال هذا المحافظ صار هسه ندياله اي تمام. هسه انا شو اقول ذني عبارة عن تهم او شبهات نحتاج التحقيق فيها، نحتاج التحقيق والله بيه. اذا اكو احد من هيئه النزاهه يسمع انا ايش اقول لا لا انا اريد رئيس الوزراء، هسه رئيس الوزراء اريد رئيس الوزراء الاعلام رئيس الوزراء يتابعون ويشوفون اثنين اجيت المشاريع بمحافظه واسط واخذت عينات، انا الوحيد بالدوله العراقيه قد يشاركني الاخرون ما اعرف، الوحيد اللي جبت لجان من بغداد وخلف الله على عزة الله يرحمه كان رئيس هيئة النزاهة، أخذوا عينات طلعت ولا عينة ولا عينة مطابقة للمواصفات زين. أنا أسأل بعض المقاولين أقول لي يا بالدولة إيش قد تعطيك نسبة ما فوق القيمة التقديرية للمشروع، خلي نقول والله بعض المقاولين قال الدولة تعطينا 50% أنا اللي أعرفه 20% الدولة قامت تعطي 30% و40% حتى تبطل قضية النسب زي. تبطل قضية فلان هاك وفلان هاك حتى تسكت عنه، تبطل قضية المختبر زين بشرفك. وشنو هذا اسمع الخنزير ذاك اليوم بس انتهى راح اللي راح للصحة ما ادري وين راح وطلعت اللحوم مو لحوم خنازير، وقد يكون فعلا مو لحوم خنازير، مو انا متاكد من عدم لحوم خنازير او لحوم منتهيه الصلاحيات او لحوم غزلان كان جايبها للسوق يا اخي مو من السوق استورد يعني من برا اي وردها للسوق اي وردها لا جابها للشركه اللي تشتغل اعتقد بالمصفى او كذا او هيك ما اتذكراني بس انا في وقتها انا بنفسي رحت المجلس القضائي هناك لان انا هذا الرجل متابع زين محافظ ديال الحالي هسه الحالي حق الرد مكفول لا 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 حق الرد بالعكس مكفول. إيه؟ حق الرد مكفول وخلي يجيب السيد المحافظ ومن إيه لا 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 يشعر انه معلم بالمناسبه إيه؟ انا لا اتهمه واضح ولا اسقطه ولا عندي اي خصومه وياه بس انا اقول هاي ملفات يا رئيس الوزراء ما ام سالت على عمله زين اذا انا فرضا اذا رحنا ولقينا الاعمال مالته اللي موجوده بواسطه وغير المحافظات الكل خارج الصلاحيات خارج المواصفات شنو هنا التقدير يعني هذا ما راح ينطي تشجيع للفساد انا هنا اقول شلون الفساد قاتله وحاربه بالفساد شلون زين انطيني حل انت الان بهذه البيئه وبهذا الوضع وهذه الامثله اللي تذكرها انطيني حل لمعالجه هذه الملفات يا اخي شلون اشتغل بس باوع لي خليك اليوم بمكان السيد لا بس باوع لي اخي الله بالخير عليك احنا عندنا بعض المحطات بعض المحطة مال ماي كانت تكلف 400 مليون وتكلف 600 مليون من نفذناها مباشر ب 100 مليون هاي أموال شعب أنا أقول أكو تنفيذ مباشر على أجهزة الدولة بدل ما تطل الشركات والشركات تعتاش على هاي الأدوات السقة
قذره في قضيه نسب لفلان فلان 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 فلان. خب ازيد مساحات الموظفين والعمال الموجودين بوزاره البلديات، بدل ما بالكود خلينا نقول 100,000 خلينا نسويهم 250,000 واسويها شركات داخليه. والشركات في كل قضاء شركات هي اللي تهتم، حتى مثلا شراء الاسمنت حصرا من الكوفه استاذ كاظم بس مرخصه، شراء كله وصولات يا اخي مثل الازمنه السابقه كله وصل، هاك وصل انطيني وصل، هاك سك انطيني. ذكرت جمله قلت نور زهير كفر المن كفر وداعتك انت، مو انا اقول كالتالي، انا المعلومات ما اقدر اقولها، اقول كفر لفلان وفلان وفلان، الصبح يجيني واحد لقوه سياسيه ابو حسين، اي طبعا زعامات بعضها، لا بعضها زعامات اخي. شنو يعني انت تقتنع ابو حسين وسيقتنع شا... انت شنو مثلا يعني نضحك على بساطه الشعب العراقي على الشعب العراقي قام يرضى على التبريط، يقول لك عمي احسن من الماكو. وانا سالت واحد قلت له هذا التبريط مفطر بالنعمانيه، مفطر بزوارجات، مفطر بالموفقيه، تبريط وجسور وما راضي بس يا اخي انا راضي راضي، انا جاي انطي 45 مليار لجسر بينما نفذناه في زمن احد المحافظين ب 19 مليار صار ب 45، راضي انا مو ما راضي. هذا تحكي في واسط بنفس واسط انا بيش تنفذ ب 19 مليار احد الجسور بوقت محمود ملا طلال، لا قبل محمود ملا طلال، هسه تنفذ احد يمكن ب 40 او 45 مليار وقابل فرق الاسعار يعني فرق 45. ليش سمون احنا قانون الحمايه الاجتماعيه من رتبناها تتذكر ابو حسين خوب حلقه كامله انا وياك بقناه اسيا اذا الله لا يكذبني، سولفنا وطلعنا حتى جريده الوقائع وقلنا له يابا كان الحكومه العراقيه تقولون احنا نطبق القانون، هذا القانون حسب الدراسه مال 1200 وما كان ذاك التضخم 415 موجود المفروض الواحد، ليش تعطونهم 275؟ زين هو بذاك الوقت 415. ابو حسين احنا ما ننتقد، احنا نريد الحقائق والتحقيقات. عمي اذا طلعت التحقيقات حقيقيه والله العظيم احنا مطلوبين باعتذار نتيجه للكلام اللي وصلنا للشبهات للاخبارات للامور الاخرى، ما متهمين احد بس احنا نريد طلعوا. انا عندي بالمناسبه عندي تصوير تستر على جريمه بتليفوني والله ما طلعه لان باكر عقبه يتحول الكتاب كتاب 415 يوم كذا كذا الى وزاره التربيه، يصير الى وزاره الداخليه الموضوع كذا، ما راحت الحقيقه انطمست. احنا هسه العراقيين تدري متى تطلع الحقائق؟ شو وقت؟ من يطلع من المنصب يلا تبدا هسه هذه راح اناقشها انه بعد مغادره المنصب. دكتور عائد اذا شلون نحارب الفساد بجهات هي بالنهايه جزء من هذا الفساد؟ هي المشكله اليوم يعني المثال اللي ضربه قبل قليل تحدث عن رجل الان ماسك بزمام الامور في محافظه كامله، هو محافظ لمحافظه وهناك شبهات فساد. شوف استاذ علي، شوف احنا اليوم خلي يحققون، لا احنا اليوم حتى تبرى جهته ويستحق المنصب بيشي؟ لا ما بيشي. شوف احنا عمليه القضاء على الفساد مثل ما حصلت عمليه القضاء على الفساد في ستينيات القرن الماضي، بدأت العملية تتقلص وتتقوى نتيجة قوة المؤسسات الموجودة، قوة التشريعات اللي موجودة، قوة الأدوات المنفذة، نزاهتها، هذا ما أجى من فراغ. يعني احنا قبل كان اكو عندنا عرف هذا زلمة ليل، هذا يحوف، هذا الطومرة، واضح الفكرة؟ وهذا كانت يعني كان سياق عام، كان سياق موجود بالمجتمع، هذا خوي زلمة، خيته زلمة ليل. لكن هنشوف هذا الموضوع انتهى خلال الفترة اللي بدأ العراق يدخل فيها إلى عصر التنوير، مدارس وثقافة ووعي فرص عمل، أكو حالة من الرخاء صارت، كل هذه الأمور تحتاجها الآن العملية حتى نستطيع أن نقضي على الفساد. ليش؟ لأن الفساد كما قلنا قبل قليل قد تغول في كل مفاصل الدولة. أي جهة تقتنع مدرسة بمليار و818؟ لا ما معقولة زين بمليارين و150. فبالتالي ايش نحتاج؟ نحتاج أن نبدأ مشروعين أخي العزيز أبو جعفر، نحتاج إلى مشروعين. المشروع الأول يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وهو يبدأ من الحضانة، نعلم الناس ونربي الناس ونأدب الناس مثل ما موجود الآن باليابان، الأخلاق والتربية أساس مهم جدا بوجود هذه الأطراف اللي نتحدث عنها. مو هي المشكلة إنه إحنا راح أجيكم مو راح أجيكم بالمشروع الثاني، مو أنا قلت لك من الأسفل إلى الأعلى، وأكو مشروع من الأعلى إلى الأسفل. المحاولة يعني أن لا يعني لا تتوقف،
يجب أن نعمل بشكل كبير جدا على إزاحة الكثير من أدوات الفساد اللي موجودة بالدولة الحالية، ننزل بها من فوق لجوه، سواء كانت في درجات خاصة، درجات عليا، مدراء عامين، غيره غيره، ومن ثم نبدأ بعملية النزول إلى محافظة. أنا شو أعزل ملفات الفساد على قولت النظام أبو حسين؟ درجات الخاصة تقدر لها؟ شوف، هي مرشحة من قبل أحزاب السلطة؟ اسمح لي أستاذ كاظم عزيزي، هي أنت ما تقدر، بس انت حاول، يعني لك اجر المحاوله. حاول، نعم والله راح انطيك ملف تكلم به الصبح. نعم. كفي لك الله تطلع حبوبتك كان تشتغل بالملاهي هسه ما يخالف يسقطوها. والله العظيم زين. فبالتالي اليوم عمليه بناء منظومه منظومه قيميه جديده، لان المنظومه القيميه الان اهتزت بشكل كبير جدا علينا ان نحافظ. يعني انا عندي احد الاصدقاء كان في فيتنام، وفيتنام طبعا حققت قفزه كبيره جدا على مستوى الاقتصاد. يعني اليوم نتحدث عن ميزانيه فيتنام 400 مليار دولار، وهذا رقم غير مسبوق. يعني فيتنام لعتها نفط، لعتها غاز، لعتها زين، قامت بعمليات كثيره لاصلاح التعليم والقوانين والانظمه والشفافيه. وبالعام 1987 سموا عام الاعتراف بالخطايا. تعال اوقف، خلينا نعترف بخطايانا. ما معقول القضيه تستمر الى ما لا نهايه. احنا عندنا يوم القيامه من يعترف؟ مو هي هنا مش احنا شريد، احنا نريد نصحح، لا ما نريد نصحح. لا بالمناسبه مو يعترف، لا يجيبوا له ملفه قدامه ويقولوا هذا ملفك، يعترف غصبا عليه لان الادله واقعيه. احنا يا اللي يجيب الملف. لا لا سولف هسه انا شلون نعزل ملفات الفساد؟ ابو جعفر، ابو جعفر انت لا تعاونون عليه انت استاذ كاظم. والله ما معاونين عليه زين. الله جاهد، خلنا اقترح. يعني انا شغلتي هنا اسال، انا مو وياه ولا وياه. شلون نعزل ملفات الفساد عن حاله الصراع السياسي الموجود؟ يعني قلنا احنا اكو عده اليات. الاليه الاولى، يعني انا شلون اميز بين الملف الحقيقي وبين ملف التصفيق؟ الملفات السياسيه ترك. يعني احنا هسه شوف، الحكومه سوت فتح خطوه كلش ممتازه. يعني هسه على سبيل المثال مترو بغداد، مترو بغداد لمن احالته؟ احالته الى شركه ماليزيه. هذه الشركه الاستشاريه هي من تقيم الشركات اللي من الممكن ان تدخل. بيش العقد هسه بغض النظر؟ بغض النظر. لا سؤال لا لا مو انت ناس، مو انا قلت لا يعالج الفساد بالفساد. نعم، يعني شركه استثماريه تاخذ كذا مليار دينار، والله تقعد وتخطط. ليش احنا شركاتنا قليله بالتخطيط؟ اسمح لي هو مترو ساكر. ترى بالمناسبه لا 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 دكتور يعني. والله العظيم زحمه على دوله. نعم. سنه 2024. نعم. وتقول اني دوله. نعم. وتقول اني دوله. نعم. ويعزف فيها النشيد الوطني. زين، وتحيل هاي المواضيع. اسمح لي خليه يكمل على امور استشاريه. عيب والله. اسمح لي. تفضل دكتور. انا طبعا هذا الموضوع عجبني، موضوع الشركه الاستشاريه اللي انطبق في كردستان. واحنا شفنا كل المشاريع اللي موجوده او التي نفذت في كردستان على مستوى عالي من الجوده. تمام. فبالتالي اليوم اجيب شركه، طبعا على فكره استاذ كاظم اعتقد يدري بهذا الموضوع، انه قيمه العقد اللي راح يعطى للشركه الاستشاريه ياخذ منين؟ يؤخذ منين؟ من الشركه اللي راح تنفذ. هذا الزام. يعني الحكومة العراقية ما راح تدفع ولا دينار. لا شلون ما تدفع؟ ما تدفع. هي إذا تدفع مثلاً 150 مليار. نعم. من ضمن 50 مليار تنوخذ 20 مليار من 150 مليار دفعتها الدولة. هذا التفاف. لا هو هذا جاي تأخذ من أصل الأموال، هي أصل الأموال اعطتها للشركة 150 من ضمنها الشركة الاستشارية. نعم. 150 من الدولة لو مو من الدولة؟ نعم بس من الدولة. أنت أكو اتفاق صار. دكتور عاد. نعم. حتى انتقل للأستاذ كاظم، أكو فرصة للقضاء على هذه المنظومة؟ وش قد نحتاج من الزمن؟ لا إحنا شوف، إحنا لا تقول لي فرصة، الفرصة قائمة في كل وقت، لكن نحتاج إلى أن نضع نقطة شروع وننطلق ببرنامج، وهذا البرنامج يحتاج. شنو نحتاج حتى نضع نقطة شروع؟ نحتاج إلى تشريعات، ونحتاج إلى أدوات، ونحتاج إلى أبد أبد. والله كلها متوفرة. لا لا إحنا هسه والله تنفيذ يا أبو عبد الله. أقول كالتالي، سيد رئيس مجلس القضاء نظرة حقيقية لقانون العقوبات 111. نعم. والرجل جاي يجرون به تعديلات، لكن ما راح ما يقدر. اذا ايش قال ابو عبد الله؟ يجرون به تعديلات. اذا احنا نحتاج الى التعديلات. شنو يسوون؟ وجدوا بين المواطن العراقي من الذبه بالسجين هذا الفاسد. خلي يكمل. يقول لك السجن للرجال. تفضل دكتور. بالتالي اليوم انت من تريد تشرع بعمليه تنظيف وعمليه بناء لدوله تحتاج لربما الى 20 سنه. تمام زين. استاذ كاظم، والحديث عن ملفات الفساد ومعالجتها، انا شلون اعزله عن موضوع الصراع والتسقيط والاستهداف السياسي؟ خذ مثلا عندما فتح ملف وزير الخارجية سيد هشام زباري، حين احنا عندنا وزير خارجية، صار كل الحديث. احنا عندنا بس دقيقة. لا بس ابو حسين، سيدك عندنا وزير خارجية. خلي كمل هذا السؤال. حينها كان كل الحديث عن انه الموضوع فيه تسقيط واستهداف سياسي.
بعد ذلك الملفات مثلا اللي فتحتها حضرتك كان الموضوع يرتبط باجندات سياسيه واستهداف سياسي، وزاره الاتصالات اي ملف كان يفتح يطرح الحديث السياسي على انه تسقيط من الجهه س للجهه ص. حديثك الان عن ملفات الفساد، انا في واسط راح اقول لك انت عندك مشكله ويا المحافظ، عندك مشكله ويا اطراف سياسيه بالمحافظه وتمارس التسقيط والابتزاز السياسي. هذا شلون تغيره عند الناس؟ كل يعني من يتحدث بملفات شوف الفساد يتهم بالتسقيط والابتزاز. هنا وين يبرز الدور؟ ان تكون العمليه شفافه. مثلا اني اخذت عينات، قلت لك عزة الله يرحمه، الرجل دز لجنه وحتى قال لي كاظم اللي اترجاه من عندك ما لك دخل بهم. قلت له والله ما لي دخل بهم، بس يجون ياخذون عينات من هاي الاماكن وثيما لا. ثبت بالتقرير بان العينات كلها فاشله بالمطلق. وين العمل على هاي العينات؟ ماكو تقرير لاحد الموجودين في واسط زين، اللي هو احد الدعامات للعمليه السياسيه اللي هو كان نفاط عربنشي بالنفط، اليوم ملياردير. هذا في واسط في واسط في واسط في واسط في واسط شنو كان؟ في واسط في واسط كان نفاط عربنشي دق نفط منطقة عربانة يعني. زين عربانة اصبح بين ليلة وضحاها من خلال بعض العمليات نطالبهم يابا تعال حققوا. اليوم شنو وضعه في واسط؟ اليوم اليوم هو رقم واحد داخل الظل السياسي، هو الداعم للظل السياسي. داعم لمن؟ النواب المصيبة اجى القايم رئيس الوزراء ياخذ صورة، طبعا مو الحالي السابق، يم رئيس مجلس النواب ياخذ صورة، اجي اقول له يا رئيس مجلس النواب هذا فاسد وهاي الادله مالته وهذا احد التقارير للرقابه الماليه ولحد هاي. هو عنده منصب الان؟ لا ما عنده منصب. عنده كتله؟ ولا عنده كتله، داعم من جوا العبايل، صانع قيادات داعم من جوا العبايل فلان. نروح يابا هذا تقرير رقابه ماليه. لحد هاي اللحظه لا يوجد تحرك. يابا فلان وفلان اثروا على حساب العام من خلال تجريف الاراضي. زين ليش ما تروح للمحافظ وتقول له؟ يا هو المحافظ وياهم ويا من؟ هو صاحبهم. صاحب منهم؟ هو صاحب ذول الجماعات. زين انت تروح تشتكي ثاني شيء، هو المحافظ شنو دخله؟ يعني حتى لو مو صاحبهم خلي نمسحها ملفات مو صاحب. هو شنو دخله؟ انت غير تروح للنزاهه، غير تروح التحقيقات. انا رحت الرئيس هيئه النزاهه بواسط وطيت هاي الملفات. لحد هذه اللحظه بعضها ما متحرك، الى درجه طلعت من مجلس النواب ورحت للقاضي النزاهه. قاضي النزاهه سودن من قلب، جيبوا لي الملفات، لقوا الملفات مطموره ما مكتوب عليها وما اصلا ما مقدمه انت للقاضي. انت الان تحكي عن ملفات قديمه لو ملفات قديمة في وقت جديده وحاليه ومستقبليه ومستقبليه. انا عندي تصوير، قلت لك فيديو زين، عندي تصوير هنا بالانتخابات توزيع مال بطاقات مال شو اسمه هاي مال بطاقة الناخب. لا مو بطاقة الناخب. قشمروا 3000 مدري 4000 مدري 2000 بالصحوات نسجلكم كي كارد. اكو من حقق؟ زين هذا اليوم اذا نجح بهاي 3000 وفاز. زين بالله عليك باكر عقبه. زين هذا التصوير ما قدمته للمفوضية للجهات المعنية؟ يا اخي واذا قدمته؟ اخي مسنود سياسي. اليوم الملفات اللي موجودة على بعض اللي متواجدين داخل محافظة واسط على مستوى تنفيذ زيان. ملفات كبيرة جدا كبيرة. متحركة ما متحركة. روح اسأل بعض الإخوان هسه اليوم، روح انت بالمناسبة لا تروح بس الواسط، روح البصرة، روح العمارة، روح الناصرية، روح بقية المحافظات، تلقى نفس المواضيع. بس انت اليوم ما طول مسنود سياسي، ما طول مع اللات والعزة وهبل، ما حد يحاكي، ما حد يتحرك يمه، ما حد يقول له، لأن هذا أحد العباد. هذا ايش ثقيل؟ كل ثقال، ماكو بس انا وياك مو ثقال، احنا بس ينخون علينا، كفي لك الله. انا ذاك اليوم عجبني والله العظيم، على الرغم من انا اضوج من عنده وكره، ابو مدير شركه اسيسير من سيلو قال يابا تعال ماخذ حصري. شنو اللي قدمته؟ قال والله سويت نفق بسليمانيه. زين انا اجل ابو كيكارد، اجل هاي الوكالات الحصريه الموجوده بالعراق اسالهم بنيت مدرسه، سويت نافوره. انا هسه اروح هاي لبنان الكاتل المتجوع هسه اللي ما عندهم كهرباء، تروح تلقى النافوره قام بها البنك الفلاني، سوالك تطبيق بالبنك الفلاني، سوالك تطبيق باجراءات وتفاصيل. وينها وينها وينها؟ انطيني يا اخي، انا اريد هسه اليوم تدري كيكارد ايش قد تربح؟ تدري اسيسير ايش قد تربح؟ بالحلال. زين يا اخي يا حلال، وين الحلال؟ غير موفق القانون ياخذ اجراءات الدوله. بس عفوا ابو عبد الله، بال 2006 انا كنت مدرس في معهد التقني الشطره، اجت شركه كيكارد وطلبت من كل موظف ان ينطي 10000 دينار حتى تسوي له كيكارد.
انتظرنا انه تفعل هذه الكيكارد ورا فتره سنه سنتين ما فعلت. قالوا الغوها خلينا نسوي لكم جديده وانطونا 10,000. زين ذيك وين راحت؟ وغيرها وذيك وين راحت؟ ايش قد الموظفين؟ والملفات ايش قد وما راح تخلص خلص وقت البرنامج. الملفات هواي السودان وحده يقضي عليها. التالي يا اخي كل دول العالم هسه ما يلا حتى نختم استاذ كاظم ابو حسين. كل دول العالم تفرض على الشركات الحصريه اللي موجوده اللي جاي تربح عن مليارات، لا دينار ولا دينارين ولا 10 ولا 20. خلنا نقول من المدرسه. خلنا نقول استاذ كاظم احنا ما ننتقد والله العظيم، جاي نوجه الادوات لاجل التصحيح. هذا اللي موجود الان في ساحه الطيران، شنو هديته للعراق عندما الشركه عندما بنت هذا المتحف؟ تتوقع عن شنو الهديه مالته؟ الحصان اللي نقلوه خلوه في ساحه قحطان. هذا النصب كان نافوره والحصان. لا 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 دكتور هسه مو تجيك مساهمات من منظمات عالميه انت مشترك بيها؟ وش مشترك تفاليس؟ اخي ذولا اصبحوا تريليونات. انت اليوم شايف ما هي الحمايه السياسيه اللي حشيت عليها؟ هي موجوده. انت شايف لك تخطيط داخل الخضراء، عمارات تنكسر رقبتك يا تباوع لها زين باشر، اكو جراجات، اكو انفاق. هو المنظر بائس من الطائره من تجي لهذا المكان. انت مو هاي المصيبه، هاي المساحات اللي استحوذ عليها منو؟ الأخذها منه؟ أكو واحد يسألهم من أين لك هذا؟ أتحدى واحد يقول مهم بالتقرير يقول كون يدفع 30% من قيمة الشقة حتى تأخذ تدفع. أتحدى موجودة في بعض شكرا. أتحدى واحد مطلع 10%. زين هاي الأموال منين؟ إحنا جاي نقول كالتالي، نقول يا حكومة عراقية والله إحنا وياكم. ليش؟ لأن إحنا ولد الشعب، لا راح نشرد وراح نقاوم وراح نتعرض الى كثير. احنا بس اللي تحفظون ما اوجوهنا بالتحقيقات بالعداله على امل ان تكشف كل هذه الملفات، على الكل سواء كانت ملفات سياسيه اخي ملفات رئيس الوزراء. اعطيته ملف قلت لعمي هذا الزلمه مقاول بالكوت واجى قدم طلب للمحافظ. اليوم ما خليت مقاول بالكوت. اسمعني ايش قال له؟ لا 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 ايش قال له؟ قال له عمي هذا تدري ايش قال للمحافظ؟ قال له والله تعذرني قبل كم يوم اعطيتها لهذا الفلان. شنو اعطيتها لفلان؟ خليه يختم لان هسه لحد الان دعوتين قضائيه عليك بهذه الحلقه. شكرا جزيلا استاذ كاظم الصياد. شكرا جزيلا دكتور عادل. لا عادل ولا اشهر ولا اصقر ولا كذا، اقول هاي شبهات حققوا بها. شكرا جزيلا في الدوله العراقيه حققوا بها. اشكركم دكتور عادل هلالي. شكرا جزيلا استاذ كاظم الصيادي. شكرا جزيلا ودائما لكم التحيه سادة المشاهدين على المتابعه. الى اللقاء.